أسبوع بس هلا طول أسبوع مبين كأنك إلك عم تربيهم سنة بس بسيطة. أنا راح أعمل لك ياهن كتير حلوين. قعدي وتمتمتي على الكرسي خليني أشوف شو فيني أعمل. بدك يعني أعمل لك ياهن بالخيط أو بالسكر بالواكس بتنين؟ أوكي شوفي وسخ بعيونك قولي على عيونك اوكي. هلا اتنطف من كل الاويل يلي ممكن يكون ويسبب انه الواكس ما يلزق على الشعر.
نرجع نعمل.
بس نستعملها للزباين
زبونتنا وبيطلع لك عليه حزم فوق الحزم يلي رح تاخدي اذا جبتي لعنا زباين. اذا جبتي رفقاتك مثل ما قلت لك بيطلع لك 25% حزم المرة الجاية على حواجبك او على اي سيرفيس يلي بتحبيه من هون. وكمان اذا بتحبي تشتري هيدا المنتج بيطلع لك كمان حزم. شو رأيك؟ وإن شاء الله منشوفك قريبا. صحيح قبل ما تروحي لازم أخذ لك صورة. يلا ابتسمي لشوف. بيرفكت. ماشي يا قلبي. أنا اسمي ميلودي. تاني مرة بتجي اطلبيني أنا اللي رن. أنا ما بدي حتى يعمل لي حواج بخير ميلودي. أوكي لا انا هلا رح نسكر. اذا بدك اصل لك شعرك